في مبادرة مهمة جدا اسمها صناعيات مصر. المبادرة دي بتعلم الشباب الحرف التراثية التقليدية، بيشرف عليها صندوق التنمية الثقافية. هذه المبادرة مش بس بتعلم الشباب كمان حرفة، لكن كمان بتحافظ على الهوية المصرية والمنتجات التراثية زي الخزف والخيامية وشغل النحاس والصدف وغيره. صباح الخير عليكم في كل مكان. احنا موجودين معاكم النهارده في واحد من اهم المراكز اللي بتعتمد في انتاجها على حرفيين عندهم القدره على الابداع والابتكار، وهو مركز الحرف التقليديه بالفسطاط، واللي تم انشاؤه بهدف احياء الحرف التقليديه والحفاظ عليها. الهدف من انشاء المركز هو كان في عهد وزير الثقافه السابق ثروت عكاشة، الدكتور ثروت عكاشة، هو اللي كان صاحب فكرة ان هو يجمع الحرف التقليدية في مكان، فأنشأ حاجة اسمها مركز الخزف في الفسطاط ووكالة الغوري في حي الأزهر. احنا العاملين اللي موجودين هنا في المركز هم عاملين بوزارة الثقافة، لكن هم حرفيين. عندنا حوالي 12 حرفة متنوعة موجودة. عندنا مثلا الخزف، الخزف بمفهوم الشامل من اول اعداد حتى منتج نهائي. فاحنا داخل الخزف نفسه في مجموعة من الحرفيين، في اللي بيرسم على الخزف، في اللي بيشكل على الدولاب، في اللي بيشكل عن طريق القالب او السادف، وفي اللي بيستخدم الجليز، بيشتغل في حرف جليز، او وفي برضو اللي بيعمل في الافران. فاحنا عندنا مجموعه من الحرفيين الموجودين في الخزف. عندنا في النحاس عندنا ثلاث حرفيين او ثلاث انواع من الحرف، حرفه النقش على النحاس، وفي اركيت النحاس، وفي التأبيب النحاس، وفي حرفه رابعه اسمها تكفيت النحاس بالفضه او بالمعادن الاخرى. في عندي الحلي التراثيه، عندي الخياميه، عندي النسيج، عندي القشره، وعندي الصدف، عندي الدهنات، عندي القيمه، عندي الخرط العربي، فاحنا عندنا والنجاره، فاحنا عندنا مجموعه من الحرف، تقريبا اكثر من 12 حرفه موجوده عندنا في المكان. واحدة من الفعاليات اللي بتتنظم داخل مركز الحرف التقليدية بالفسطاط هي مبادرة صنايعية مصر، واللي هدفها تدريب جيل جديد من الشباب على الحرف التراثية، وده من خلال برامج دراسية متخصصة. مبادرة صنايعية مصر هي مبادرة رئاسية بتشمل حرف تقليدية، المفروض ان هي ابتدت تندثر من مصر، او الحرف التقليدية ابتدت تقل من مصر. فاحنا ابتدينا ان احنا نعمل برامج، والبرنامج حوالي 8 شهور وفي شهرين للمشروع. المفروض بيجي المتدرب ما يعرفش اي حاجة عن الحرف التقليدية المصرية، ونبتدي احنا نأهلهم ازاي يشتغلوا وازاي ينزلوا سوق العمل. طبعا احنا علشان نكون نقدر ندربهم، احنا هنا اتدربنا، المكان دربنا فترات كبيرة جدا مع مدارس اجنبيه من انجلترا وحاجات زي كده، ان احنا ازاي نبقى حرفي ومصمم. هو انا الاول كنت عرفت عنها عن طريق الفيسبوك بيج بتاعه صندوق التنميه الثقافيه، وقدمت، ولما عملت انترفيو كده وكنتش اعرف ان هم عندهم خياميه، ولما عرفت كان هو انا اساسا بشتغل يعني ارت انستراكتور وبدي تطريز، فلما عرفت عن خياميه وان هم بيعلموا، فقلت ان ده هتبقى بتضيف ليا في المجال بتاعي في الهاند ميد، فانضميت ليها. يعني تحمست للخيامية، لان انا كنت في الاول مقدمه على حرفه تانية. اتعرفت عليها من خلال وجودي هنا، هو كذا مره يعني كنت اجي اسال لحد ما عرفت ان انا اتنسق معاهم واخش التدريب. ومن ناحيه الحرفه اتعلمتها من اساسها، خدناها خطوه خطوه، عرفنا حاجات هندسي وحاجات فرعوني ونباتي، وخطوة خطوة الحمد لله وصلنا يعني درجة كويسة فيها. واحدة صاحبتي تانية كانت في مبادرة، فهي قالت لي عنها. فعامة أنا مهتمة بالفنون بكل أنواعها، فقالت لي عنها فأعجبت بيها واخترت الخيامية عشان معجبة قوي بالخيامية، فكرة الألوان وتنسيقها ودمجها في فكرة إن إحنا نلعب إزاي ونعبر عن مشاعرنا، يعني عايزة أدمجها في المشروع بتاعي نفسه كده. هو أنا بعمل سيرش دايماً على الأماكن اللي في مصر اللي بتقدم مبادرات، فلقيت المركز هنا تابع لصندوق التنمية الثقافية،
بيقدم المبادرة، كان في شهر 8 تقديمه، فجيت قدمت يعني هنا عملت الابليكيشن على طول، واتصلوا بيا يعني وقالوا لي اجي اعمل المقابلة مع الدكاترة وكده، واتقابلت الحمد لله، وادينا بقالنا قربنا على سنة ان شاء الله، و مبادرة جميلة جدا يعني استفدت منها كتير. هو عموما انا بشتغل في الهاند ميد كله، يعني بصنع شنط، بعمل اكسسوارز، فالنحاس ممكن ادخله في كل الحاجات اللي انا اصلا بشتغل فيها. تكنيك جديد عليا وانا اصلا ما كنتش اعرف يعني طريقه الشغل عليه خالص، لكن عن طريق المركز يعني الحمد لله لا عرفت كتير فيه، وجميل يعني ممكن اشتغل بيه وادخله في كذا صناعه، يعني مش هيبقى معتمد على النحاس بس، لا هيبقى في كذا صناعه عندي اقدر استفيد منه ان شاء الله. مدينة الفسطاط ليها سحر خاص لأنها بتضم أعظم المناطق الأثرية والدينية، وده اللي خلاها مركز لإحياء أمجاد الماضي وإتاحة الفرصة لجيل جديد من الفنانين والحرفيين لممارسة الإبداع والابتكار. جيرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر.